شو هي توقعات الفلك لمواليد الثور بالأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول أكتوبر 2022؟ يا عزيزي، يمكن يخطر ببالك الضغط على بعض الأطراف بأول هالأسبوع، ويمكن تقدم على عمل جريء وتجازف بمجال دقيق. نعم، حتى إذا عانيت، يعني أكتر شيء إذا عانيت من مشاكل سابقة، أنت اليوم قدام هيدا التحدي. بس نصيحة الفلك هي بالحذر وتمتين وضعك المهني قبل ما تبادر لأي إجراء. يعني خلينا رايقين وعم نمتن الأوضاع، كون مستعد لتلقي بعض العروض أو الاستفادة من بعض الظروف بين التنين 17 والثلاثة 18. تجنب أي مواجهة أو مبادرة أمتين بين الأربعة 19 والخميس 20، لأنه هاليومين رح يكونوا معاكسين عليك. بتهتم بشؤون مالية، بتمارس دبلوماسية قصوى بهالفترة، بتوطد بهالأثناء علاقاتك المهنية، ويمكن تهتم كمان بشأن صحي بهالأسبوع بخصك أو بخص أحد المقربين، وتحمل لك الفترة الواقعة بين الجمعة 21 والأحد 23 هدية أو مكافأة بخبرك عنها الأسبوع الجاي.